هي وهدف بالفعل هدف من تسجيل بحبوح، هدف من تسجيل بحبوش وفي عادة اللقطة هذه، وهدف مقابل صفر لصالح جمعية إلكترونيك تيزي وزو. ضغط كبير على العموم، فيه السيطرة على اللعب من طرف عناصر فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو، ولحد الآن هدف واحد مقابل صفر. ترجع الكرة إلى العرباس، وجميلة وعويس العمود، ومرة أخرى وهدف بالفعل، وهدف من تسجيل بحبوح مرة أخرى. 33 دقيقة وبحبوح يسجل الهدف الثاني. شوف في عدة اللقطة والتوزيع نتاع العرباس مرفوعة، كانت محاولة من فرقاني يظهر لي أو عويس، العمود رجعها، وفي الأخير بحبوح. كان عويس هو اللي رسل الكرة فوق العارضة، وهدف ثاني من تسجيل بحبوح في الشوط الثاني، وهدفين مقابل صفر في النتيجة، وهدف ثالث من تسجيل بلقسن هذه المرة بعد 8 دقائق من الشوط الثاني. إعادة اللقطة بعد الركنية من تنفيذ عبد السلام وتصويبها بالرأس من بلحسن، 3 أهداف مقابل صفر. عباس مرفوعات اتجاه عويس وعبد السلام، فيه عرقلة وضربة جزاء بالفعل، في عرقلة داخل المنطقة وضربة جزاء. 15 دقيقة في الشوط الثاني، عرقلة نتيجة 3-0. شوف اللقطة واضحة، فيه عرقلة لاعب بدولي بتي لعب الرجل نتاع عبد السلام، وهذا خطأ تسبب في ضربة جزاء حيث وقع داخل منطقة 18 في التنفيذ. فيه العرباس أو وهدف رابع من تسجيل العرباس دقيقة 16 من الشوط الثاني، 4 أهداف مقابل صفر، نتيجة هائلة. تلعب عني الشبيبات تلعب عني.